ما ننساوش اللي راهم يقوموا بعمل رائع في مدرسة الحنوة شباب، أساتذة المدرسة تحية لهم مع مدير مدرسة الحنوة شباب الفنان القدير بويدر بوزيان. وطبعا ما نقدرش ما نحييكمش ككل مرة، الجوق الموسيقي للحنوة شباب تحت قيادة المايسترو فريد أوامر. سيداتي سادتي، بعد ما رجع للمنافسة في الأسبوع اللي فات كل من نوفل وعماد المرشحين للخروج لهذا الأسبوع السادس هم عيسى، ياسمين، مأمون وهيفا. يا ترى كيفاش راهي أجواء المسابقة وحنا يرانا نقرب إلى سهرة النهائي؟ الجواب مع نبيل. أهلا نبيل. مساء الخير منال، مساء الخير مشاهدينا. تصويتكم فقط هو اللي يقدر يحسم النتيجة. احنا نقول لكم ما تردوش وصوتوا. رقم واحد عيسى شريك، رقم اثنين ياسمين زبيري، رقم ثلاثة هيفا رحيم، عفوا رقم ثلاثة مأمون باشا، ورقم أربعة هيفا رحيم. إذا حبيتوا تنقدوا واحد فيهم عليكم غير تبعتوا رقمه عبر الأسماس على الرقم 63069 من كل متعاملي النقال، وبقوا معنا إلى غاية نهاية البرايم باش تتعرفوا على النتائج النهائية لنهار اليوم. قبل ما نعود نولي ليك منال، راهو الان امامي امين. نعم. عيش اللي راح يغيب علينا بصوته في برايم اليوم. مرحبا بك امين. مرحبا بك نبيل، ومرحبا بكاع المتتبعي حصه الحان وشباب وكاع الجمهور اللي راح حاضر معنا اليوم في هذا البرايم السادس. الله يبارك. امين، وشنو هو السبب اللي خلاك تغيب عن منصه وخشبه البرايم السادس للحان وشباب؟ والله بسبب مرض، يعني مش حاجة قراف مي الواحد يقول الحمد لله. هو صبت بمرض في هذه الأيام اللي فات، كنت بصدد تحضيرات لهذا البرايم. كان عندي واحد المرض خفيف هكا تاع هو، واللي استشرت في الأحبال الصوتية، وبعد استشارة طبيبة المدرسة اللي قالت لي ما تقدرش تغني لعدة أيام. يعني نقول للجمهور اللي راهو حاضر معنا اليوم متأسف ويعذروني اللي مانيش راح نحضر البرايم هذا اليوم، إن شاء الله نكون حاضر في البرايم الجاي إن شاء الله. شكرا أمين، إن شاء الله البرايم الجاي راح تمتعنا إن شاء الله. إليك الخط منال. نتمنى الشفاء العاجل لأمين عيش، وإن شاء الله نشوفك الأسبوع القادم. لنترك المجال الآن للموسيقى والفن مع أغنية من تراثنا الجزائري العريق، يا بن سيدي يا خويا، من أداء عماد وعيسى. صرخ
تشفيه زاد غواني وانا يا ما نعرف له ماني خدو يا خويا هداك حد غواني مع ترباس تزاير تونس الخضراء يا بن سيدي ويا خويا ويا تنقاني ماشي غير ارواح وكل ثنائي عماد وعيسى. عماد اللي رجع للمسابقه الاسبوع اللي فات وعيسى اللي ما ننساوش راهو مرشح للخروج او للبقاء الليله. اهلا استاذ ومرحبا بك مجددا. مساء الخير. شوفوا لينا يا سي ها سي عيسى، رحت في المصطفى بن ابراهيم مطول ذليل كيف طال وانا في بيت غير وحدي، غزلي مبني على الخبال ما صبت السلاك كي نسدي، جاني مرسول بعد حال طبطب في الباب قال سيدي، قلت له اهلا والسهال بقدومك يا الريم عندي، مترجى فيك ذاش حال يا طفلة فيك غاب سعدي. شكرا استاذ. هذا مصطفى بن ابراهيم، وهذه الانشوده بالذات اللي غنيتوها اليوم لمصطفى بن ابراهيم. لاحظت لكم شويه غلطات في الكلمات. يا بن سيدي ويا خويا ويا تمقاني ماشي يا تنقاني، وعالم ناس من الكبرى حتى نلحق عالم ناس بالكبرى، حتى نلحق عارم ناس من الكبرى. هكذا الباقي راهم زغرتوا عليكم كثير كثير، وزيدوا زيدوا لهم زغريته واحده اخرى. يعطيكم الصحه. شكرا استاذ. تفضل. لا يعني للامانه اول ما من غنى هذه الاغنيه المرحوم مراد بومدين الله يرحمه، وبعده مباشرة السيدة نورة رحمها الله. الله يرحمها كذلك. تحية للسيدة نورة رحمها الله. تحية تحية. تحية لكل طبعا. زغريتا زغريتا على نورة. لكل الفنانين اللي قاموا بهذه الأغنية الرائعة، يعطيك الصحة. أستاذ شكرا للجنة التحكيم، وتحية للثنائي عماد وعيسى. عماد تفضل. لكن عيسى يبقى معايا لأنه عيسى راهو مرشح للخروج وهو يحمل رقم 1. عيسى الشريك رايح يغني لنا كزملاء اللي كانوا مرشحين من قبل مقطع أكابيلا في دقيقة. تفضل إلى وسط الخشبة. تفضل بالتوفيق. أم عيني فراقك بك أنا وما نرقدش الليلة، يا كل ليلة حزين يا مداعك يا حبيب عيانة، يا مداعك يا حبيب عيانة وما أحمح ليك بتينا خلاني شين، املكني تخميم منك عيانة وحليل اللي فايا قوه الوالدين. انت عاشرتي اصحاب جبنا و
اصبح تيجي واللي مدفونين. يا والصلاة عليك يا رسول الله يا طيب الأذكار يا النبي العربي. يعطيك الصحة. هذا كان المرشح الأول للخروج أو للبقاء لهذا الأسبوع السادس. يعجبكم عيسى مالك ملا بالتصويت وهذا باختيار رقم واحد وبيبعث رسالة قصيرة على 63069. بالتوفيق عيسى، تفضل. نعرجوا الآن للمشرق وللأغنية الطربية باش نستمتعوا بأغنية لمطربة سورية أصيلة. اسم على مسمى، إنها الفنانة القديرة أصالة نصري، والأغنية هي ما نهناش، واللي رايحة تكون من أداء لأول مرة نصلوا هيفا. فلنستمع ولنستمتع.